راديو نيل. فاكرني يا حظ محظوظ النهارده لان معاه نجمه كبيره في عالم الاعلام النهارده. بجد انا مش عارفه اتكلم لان قدامي استاذه في الكلام امام الميكروفون. ازاي تتكلم على الهوا؟ كان بيجي ساعات كتير على الهوا دروب وتبقى محتاجة تملى هي الهواء وتملى بقى ساعات وساعات. احكي لنا قبل ما نسأل، كنت ازاي بتملي ساعات وساعات بمنتهى الاقتدار؟ بصي، يعني هو أطول مدة قدمتها على الهواء ارتجال بدون تحضير دي اتكتبت بقى وتوثقت، يعني كانوا ساعتين إلا ربع في حفلة فيروز على الهواء. كان المفروض رئيس تلفزيون قال لي: سوير شلبي، انت بتقعدي بقى تتكلمي كتير وبتاع، انت تروحي تقولي 5 دقايق بالكتير مقدمة وننقل على السيدة فيروز على المسرح. فأقول حاضر يا فندم. كان مين رئيس التلفزيون وقتها؟ عارفة، حاضر يا فندم. أنا طبعا ملتزمة ومطيعة، خلاص حضرت كده كم معلومة وبتاع لأني هقدم 5 دقايق. رحت قلت ال5 دقايق، لقيت المصور من تحت الكاميرا بيشاور لي بإيده: استمري استمري استمري. بصي بقى، هنا يا إنجي بجد المخزون. برافو عليك، مخزون الاستراتيجي ده. مخزون استراتيجي انت حطاه في مخك وحطاه في قلبك وفي عقلك. تعملي ايه لما يجيلك حاجة زي كده؟ يا الله، قعدت اقول واقول واقول واقول، وكنا بنقدم الحفلة دي من الأهرامات، فقعدت أقول هذا المكان له تاريخ، واتكلم بقى عن الفراعنة وعن الفن عند الفراعنة والغنى والغناء والرقص وكل الحاجات. ساعتين إلا ربع ده الأول شوية، وبعدين شوية أتكلم على فيروز ونشأتها، شوية وأتكلم على الفن بشكل عام، سيدة الغناء السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب والفطاحل وفيروز ومين نجوم الفن وعملوا إيه وقدموا إيه. يعني بصي، فضلت أقول لما كان حيجيلي قلبي كان حيقف، يعني إيه، ويشاور لي وبرضه فضلي استمري استمري استمري. فضلت، كان حصل مشكلة في الحفلة وفي ما قدروش ينقلوا، مش زي دلوقتي يقدروا ينقلوا على الاستوديو تاني، ما خلاص نقلنا على الهواء يبقى احنا على الهواء. وكان حصل مشكلة على التذاكر وكده، فتأخرت الحفلة 2 ساعة إلا ربع إلى أن قدمت الفنانة الكبيرة جدا ربنا يديها طولة العمر، الفنانة فيروز. وكان حاجة، يعني بصي بالنسبة لي ده وثيقة كده إن أنا قدمت ارتجال على الهواء 2 ساعة إلا ربع. دي حاجة ما ممكن محدش يعرف يعملها دلوقتي أصلا. صعبة. هي صعبة جدا، لازم حد عنده مخزون كبير جدا. طيب، إيه رأيك نبدأ ناخد من أول بوكس كده سؤال في حياتك أو شغلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بيقول لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصعب مواقف أو مطبات على الهوى في تاريخ سهير شلبي؟ لا، هي المواقف الصعبة كتير قوي طبعا، منهم اللي أنا قلتلك لسه حالا عليه، هو موقف حفلة فيروز ده 2 ساعة إلا ربع ارتجال على الهوى. لا بقى، ما تعديش بقى مواقف. ده في فيديو دلوقتي بتشير على السوشيال ميديا عامل 3-4 مليون مشاهدة، اللي أنا وقعت من على الجولف وأنا بصور مع كان الفنان محمد ثروت، كان في برنامج سواح وكنا في الأقصر، بقى بيلف لفة جامدة جدا، كان هو سايق، هو اللي سايق وبيغني أغنية وهو سايق، وأنا واقفة فأنا واقفة على حرف العربية الجولف، ورحت مرزوعة متشقلبة على الأرض شقلباز، تك ترك لفيت يعني نص لفة على الأرض كده، وحتى أقول لهم ستوب ستوب ستوب، والمخرج كلهم قالوا دي اتكسرت بقى. قمت وقفت، شدوني كده وقمت وقفت، قلت لهم يلا نكمل ما نضيعش دقيقة. وانت تعبانة يا مدام سهير، طب شوفي بس عندك كدمات ايه، طب عندك خبطات؟ قلت لهم لما نبقى نروح هبقى اشوف عندي. ده الالتزام بقى، دي المسؤولية. والله يا انجو. وطلع عندك حاجة بعدها؟ يا خبر اسود، ده انا طول الليل ما نمتش من الكدمات بقى، كانت كدمات جامدة جدا جدا. بس انا كان اهم حاجة عندي في حياتي الشغل، ما موظفوش. انجي انا عاشقة لعملي الإعلامي ده، عشق غير عادي، عارفة اللي هو بيمشي في الوريد كده. على رأي في أغنية لإيمان بحر درويش بيقول له حبك في وريدي، بيقول لها حبك في وريدي، أنا الإعلام في وريدي.
أهم حاجة عندي إن أنا أقدم شغل حلو، شغل ناجح، قيمة للمشاهد. ما يهمنيش بقى، كانوا الستاف كله يقول لي يا مدام سهيرة هو أنت ما بتجوعيش؟ طب نروح ناكل، طب ما بتتعبيش، نروح نرتاح. أقول لهم أبدا، لا هكمل الشغل الأول لما نخلص شغلنا. طب إحنا واقفين بقالنا 10 ساعات ضهرنا وجعنا ورجلنا وجعتنا، أقول لهم أبدا، نخلص الشغل ونروح بقى نقعد ناكل ونرتاح براحتنا. هو ده الالتزام والمسؤولية بتاعة الشغل. طيب ايه الاغنية الجاية اللي هتختاريها لنا نسمعها؟ بصي بقى، انا يعني في الاغاني انا بحب كل الاجيال، ودي حاجة يمكن غريبة جدا، ما بلاقيش حد كتير كده. يعني بحب كل اجيال الغناء، من اول ام كلثوم وعبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد عبد الحليم حافظ، الاجيال بقى اللي بعدهم، مدحت صالح، علي الحجار، محمد الحلو، الكينج محمد منير، لحد الاجيال اللي بعدهم، عمرو دياب، حمائي، تامر حسني. بصي كل انواع والوان الغناء بحبها، ودي ما اعرفش يعني انا ما بلاقيش حد كده. يعني في ناس تحب القديم، في ناس تحب الجديد، بس الوسط. بس لا، انا عاشقه للغنى عموما، والغنى ده جزء منك مهم. انا عارفه جدا، جزء مهم جدا في حياتي. هتختاري ايه بقى؟ نختار ايه؟ نختار بقى عبد الحليم. الله. جبار في رقته، جبار في اسوته. مين الجبار في رقته وفي اسوته؟ المراه دي، المرأة دي لسه متكرمة. ما هي جبارة في رقتها وجبارة في أسوتها حتى على نفسها. هي بتتعب قوي قوي بجد. هي المرأة المصرية دي بصي، دي ست بيت وبتشتغل ومعلمة وطبيبة وسواقة وبتعمل كل حاجة في وقت واحد. فهي جبارة فعلا يعني.